قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة متميزة بعنوان الإعلام في فكر البابا فرانسيس، حيث استضاف البرنامج في الاستوديو الأب جوزيف السويد النائب الأسقفي للكنيسة المارونية في عمان، فيما أجرى اتصالا هاتفيا مع البروفيسور ميرنا عبود المزوق منسقة مكتب رعوية المرأة في لبنان، وقد تركز الحوار حول دور وسائل الإعلام في تشكيل الرأي العام، إضافة إلى الحديث عن انطلاق الوثائق التأسيسية لمسار السينودوس. فإلى هناك. نحن حكينا عن الإعلام سابقا وعن رسالة الإعلام والصحفيين والإعلاميين في نشر الحقيقة، نشر الكلمة الصادقة الإيجابية، ولكن مؤخرا صار في لغط وصار في حديث كثير عن قداسة البابا فرانسيس، لماذا يوجه رسائل للإعلام والإعلاميين، وكيف عم ينظروا الناس لهذه التوجيهات وهذه الرسائل، وأحيانا الإعلام المضلل طبعا يسيء فهم هذه الرسائل ويوجهها توجيه خاطئ. وطبعا أنتوا عارفين السوشيال ميديا مفتوحة، صارت العالم صار قرية صغيرة، الكل بيعرف كل إشي وبيفسر على كيفه وبينقل الأخبار المضللة. فللحديث عن موضوع الإعلام في فكر قداسة البابا، أبونا جوزيف يعني أنا برحب فيك معنا. شكرا. في الاستوديو للحديث عن هذا الموضوع المكرر، ممكن الناس تشوفه مكرر لكن نحن كمان مننا نضوي، يعني عم تيجي بتتوجه للكرسي الرسولي والرسائل اللي عم بيوجهها قداسته وعدم فهمها عم بتوجه له يعني إساءة في عدم الفهم. فكيف نحن كمسيحيين كمؤمنين كيف علينا أن ننظر بداية إلى هذه الرسائل قبل ما نقعد نحلل ونقعد ننتقد إنه قداس البابا حكيك غلط، قداس البابا مش مزبوط اللي قاله، عصمة البابا وهالبابا خاطئ، هو إنسان بشري وبيخطئ وأخطأ لكن إحنا في البداية قبل ما ننظر لرسالة ونقرأها لرسائل قداسة البابا، ما هو الفكر اللي علينا أن نحضره قبل القراءة؟ قبل القراءة دكتور، أول شيء تحية من الأردن لكل اللي عم بيشاهدونا اليوم. بتمنى أنه هيك يضوي على شغلي، أنت قلتي أنه نحن حكينا عن الإعلام. نعم. الإعلام لازم نضل نحكي فيه ونحكي عنه ونحكي عن الوجع اللي ممكن يسببه، واللي بتصور قداسة البابا موجوع اليوم، لأنه ما في أبشع من أنه إنسان يعطي تصريح معين والتصريح هيدا يتخذ بمنحى آخر، أو أنه يتشوه أو أنه يتفبرك أو أنه حتى ينحط على لسان إنسان هو مش قايله، لأنه اليوم الذكاء الاصطناعي قادر أنه يلبسك شيء، يحرك شفافك بإطار معين، أو يمكن يترجم حتى فكر معين بأسلوب كتير خاطئ، ولبل قادر يسيء للشخص، قادر يسيء للمؤسسة، اليوم عم نحكي عن كنيسة، وقادر يسيء حتى للفكر ولقلب الإنسان، يعني بصف الإنسان ملوت. نعم. بخبر معين خده ما فهمه أو وصله بطريقة مشوهة. مشان هيك البابا بيقول نحن اليوم هلأ بحاجة لنساء ورجال عندهم مبادئ، هيدي المبدأ أنه أنا بدي يكون إنسان قديش شفاف، أنه أطرح المبدأ احمي المعلومة أو التواصل الاجتماعي من كل ما يمكن أن يشوه رسالته، لأن أنت بتحكي دايما بتحكي وهذه رسالتك اللي قريتها مؤخرا، قديش ممكن تتشوه رسالة الشخص العام وإخضاع هذه الرسالة لأهداف أخرى حتى نمشي تنفترض فكر ملوت. أبونا، كثير من الناس لما بتصدر مثلا رسائل أو رسالة لقداسة البابا بياخدوها الإعلاميين أو هالصحفيين اللي بتصيدوا الخبر اللي بيجيب أكتر مشاهدات. صح. أكتر ريفيوز، أكتر يرفعوا سقف متابعة مواقعهم. مزبوط. فبيعطوا بياخدوا هالرسالة وين في أني ألاقي ثغرة أدخل منها للحديث تبع قداسة البابا أو حديث لغبطته أو حديث لا، هدول الأشخاص بيكونوا مرصودين، بيكونوا مهيئين إنه أنتم وظيفتكم
انكم تشوهوا دائما هذه الصوره. صح. فعلينا احنا لما بيطلع الخطا من انسان مؤمن يصير يسيء لرمزيه لقداسه بابا او مثلا غبطه بطريرك او مثلا حتى الكاهن صحيح بالعلم. يعني حتى الكاهن يعني احنا صوره هذه احنا بنعتبرها مقدس الذي يحمل الصليب ويرفع كاس القربان ودم المسيح بيعطي المناوله بيعطي الغفران سلم مفاتيح المغفره سلم المفاتيح المصالحة مع ربنا أو لقريب. كيف نحن منسيء لهذه الشخصية بأنه ننجر وراء هذا الفكر الكلام. فعلينا نحن اللي دائما بقول أنت لما بتنظر إلى انتقاد لقداسة البابا رأسا اعرف أنه هذا مرصود، هذا الشيء اللي موجه لإلك عشان أنت تفكر غلط عن هذا الشخص. فكيف نقدر نحن نثقف مؤمنينا مسيحيين أنهم يكون عندهم هذه الثقة برسالة الكنيسة برموز الكنيسة وحتى سلطات الكنسية؟ المسيرة السينودسية هي تبث روح وديناميكية في العمل الكنسي لكي نسير معا. احنا ابتدأنا بالمسيرة السينودوسية بال2021 وقت اللي أقر سينودوس الأصاص في الموارنة بحزيران 2021 وقبل طلب مكتب رعوية المرأة أن نسير في مسيرة سينودوسية ليس فقط أن نسعى إلى نص سينودوسي. ومن هنيك بلشت المسيرة مع كثير شغل على الأرض مع عمل ميداني ودراسي واستقصائي وتشاورات وملفات دراسية منا ملف يعني نحن سميناه الملف السينودوسي الذي يدور حول أوجه مريم وهوية مريم في الإنجيل بكل أبعادها يلي هي مثال لكل مؤمن مش بس للمرأة. وعملنا كمان استمارات نوعية بأسئلة انطلقت من التساؤلات ومن عصف أفكار أجريناه في كل الأبرسيات، ومن 1000 تساؤل عملنا 10 استمارات نوعية نزلنا فيها على الأرض. حلو. وصارت كل هيدا الشغل طلعت هيدي الوثيقة يلي هي مقسمة إلى 3 أقسام كبيرة. أول فصل هو فصل التحديات يلي من خلاله طلع معنا من خلال النتائج على الأرض 4 تحديات: التحدي الأنثروبولوجي، التحدي المجتمعي، التحدي الكنسي، والتحدي القانوني. وعندنا فصل كثير مهم هو فصل الثوابت الأنثروبولوجية والكتابية واللاهوتية والكنسية لحضور المرأة. وهذا الفصل هو فصل رح نكون كلنا سوا مش بس بلبنان ومش بس الكنيسة المارونية، كل الكنائس وحتى مع غير الأديان أن نكون ونتبادل ونتشاور ونتعمق ونتساءل فيما يأتي إلينا هذا الفصل. وآخر فصل هو فصل التوجهات والسياسات يلي بالمرحلة هلأ القادمة دغري بعد 9 أيلول راح نبلش نشتغل مع الأبرسيات والمؤسسات والكنائس الأخرى حتى نفكر باستراتيجية عمل خماسية نقدر نطرحها ونبنيها ونقدمها لسلطتنا الكنسية لمناقشتها وتنفيذها.